ومنافسات كأس جاهز اللي أسفرت عن لقاءات راح تكون لقاءات أيضا قوية. الأهلي راح يواجه النصر، النصر اللي فاز على ضمك في آسيا، اللاعب يحيى حنش، اللاعب الذي كان لاعبا في نادي الهلال. هنا الآن الإرسال يا عزيزي، الإرسال هنا في هذه اللحظات مع ريتشارد أمانور، يلعب الآن محاولة والضرب القوي الحاضر، والضرب إرسال مع أحمد المعبدي، أحمد على تنفيذ الإرسال، استقبال ومحاولة الآن مع إسحاق بوادي، عادت من جديد إلى إسحاق، ضرب قوي مع ريتشارد الحاضر الغائب. أين أنت يا ريتشارد؟ في الشوط الثالث ريتشارد الآن يأتي بهذه النقطة، شوف كرة جميلة من الخط الخلفي، رائعة من الخط الخلفي ريتشارد أمام الثانية. ثم أيضا تشاهد النصر والوحدة وضمك وأبها والاتحاد في المركز العاشر، الاتحاد والوضع الصعب أيضا اللي يعيش النادي الاتحاد، يعني لما تشاهد الترتيب تشعر أن كل مباراة مهمة لكل فريق بأهم، وانت أكثر من عدد رمل الصحاري. هنا الإرسال من المعبدي، استقبال ولا أحلى، هنا 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 الضرب القوي من شعر. شوف هذا اللاعب الغاني ريتشارد أمانور ينجح الآن في إنهاء الأمور، بالنسبة نتائجه رائعة. إذا هو ماركو على تنفيذ الإرسال، إرسال لفلوتر من هذا اللاعب، 20 مقابل 16، اليرموك يعود بهدوء، يلي تطالعني وكأنك ما كحل، كحل عينك. إذا الآن من جديد الآن محاولة، يا سلام يا سلام يا سلام على المحاولة، ريتشارد قوي 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 ريتشارد، شوف 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 شوف، ما عنده المسامح كريم ابدا، شوف كرة من الخط الخلفي، شوف الكرة القوية، رهيب مذهل رائع، هو ماركو، ماركو بوجك. هنا الآن الإرسال مع ماركو، استقبال مع إسحاق، شوف الآن استقبال صعب، شوف يعني كل كرة مزدوجة، وريتشارد أمانور 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 في كرة القدم محمد نور، لكن في كرة الطائرة أمانور، هنا 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 أمانور، ريتشارد أمانور يشع في صالة وزارة الرياضة. أرسني صاحب إرسالات دائما قوية، يلعب أرسني الآن، يسخن يده وهنا الآن يسخن يده وهنا الضرب القوي، ما شاء الله تبارك الله، ريتشارد أمانور، ولكن يجد نفسه الآن متأخرا بالنتيجة ليسعد طبعا أهالي أبو عريش، ولكن النصر اليوم، النصر يظهر يعني وكأنه نسر في هذا اللقاء، أوه نسر جارح، هو النصر، النصر بكامل الأناقة يتقدم 19 مقابل 15، لكن الأمور لم تنتهي أكيد. هذا ريتشارد أمانور في اللقطة الماضية 5 مقابل 2، استقبال الآن، إعداد ومحاولة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الضرب القوي، شوف حينما يضرب حينما يضرب